إذانا ببدء احتفالات أعياد الميلاد ورأس السنة، أضاءت كنيسة مارياس للروم الملكيين الكاثوليك في بلدة ربلة شجرة الميلاد، وافتتحت مغارة الميلاد والسوق الخيري الأول من نوعه، والذي يضم 12 جناحا من الألبسة والمأكولات الشعبية والأشغال اليدوية، ويعود ريعه للفقراء والأيتام. بهمة ونشاط مربي التعليم المسيحي مشكورين، سعوا جاهدين كي يكون هذا السوق الخيري يؤدي إلى لفتة محبة ولفتة رحمة نحو الطفل الفقير، نحو المحتاج، لأن العيد دون النظر ودون الشعور بالمحتاجين ليس عيد. أول شيء ليستفيد هالمحل بحركة حلوة أول شيء، وثاني شيء النشاط، يعني ريعوا هذا للطفل الفقير. وحبينا نشارك بهالسوق بس هيك نعطي فرح للأطفال اللي هن اللي وصلنا لمرحلة إنه نحن كتير صار في عنا أطفال بحاجة لدعم. وعلى أنغام فرقة الكشافة ووسط حضور شعبي حاشد، أضاءت كنيسة مارياس المارونية شجرة الميلاد المميزة هذا العام، والتي ترمز إلى درب السلام. والشجرة اللي هي رمز الحياة إن شاء الله بتعطينا بنعمة المخلص الفادي والمولود يسوع المسيح الحياة لكل وطننا سوريا، وإن شاء الله كل الأمهات اللي زرفوا الدموع على أولادهم وأولادهم اللي عجنوا تراب الوطن بدمهم بتزهر فرح وبتزهر سلام وبتزهر محبة. فكرة هيك طريق سلام، محبة لسلام للعالم كله إن شاء الله، وينعاد على الجميع بكله بخير. حبينا نغير شكل الشجرة، بنعطي نموذج حلو وطريقة حلوة، والارتفاع الشجرة تقريبا 22 متر. مثل ما هيك إن شاء الله ضوينا على الشجرة لبلدنا، إن شاء الله مضوية لسوريا كلها فرح وسعادة وسلام. الأضواء الجميلة المتلألئة في كل مكان ببلدة ربلة تطفي جمالا وفرحا في نفوس الكبار والصغار، وتتعانق معها الأمال بأن يعم الفرح والسلام البيوت والقلوب في سوريا. من أجواء الاحتفالات في بلدة ربلة بريف القصير، شيرين العلي، الإخبارية السورية.